السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ شلون صحة؟ أهلا وسهلا بكم بقناتي، وياكم محمود لاغا. رجعت لكم فيديو جديد، بس حاليا أني بغداد وبشارع الكفاح. طبعا عندي شغلة بشارع الكفاح طلعت عمودها، بس هم شغلة الأخ البارحة سويت الكلتش وبدلت دهن، لازم اليوم هم أبدله، أرجع أبدله الدهن، لأنه تدرون الكلتش مس يتبدل يذب برادة، فلازم يتبدل نفس اليوم. فلهالسبب طلعت فيها. وشغلة ثانية اسوي دوشمة للكشن، الكشن مالتي تعبان طبعا، هذا معزز، فحروح على الثاني ابو الدوشمة. هسا اشوفكم الكشن ايش بيه. بس قبل نبلش الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك وشير للفيديو، ويلا بينا. هسه وصلنا لابو الدوشمة، بس مو موجود، لا تفوق المكان حارة تصمت، بعد ما جاي. هسه خابره واشوفه، واو شلون هاي مشكشك. هاي اريد اسويها منها، هاي شوي ارفعها صعدها. هسه بس يجي اسويها. طبعا اجى هو الاصلح كريم، بس عنده شغل، قال لي بالوحدة تعالي، اتفقت وياه على السعر وعلى كل شيء، بدل الكشن مجدده. شوفكم شوية اروح قريب المتنبي شارع الرشيد، هاي افرركم بغداد شوية. ثاني الصدرية، البطاطا ما الصدرية. طبعا هذا السوق ما الصدرية في البان، وهذا كرسي اخر شيء بالبايسكلات، يعني هو السوق هذا مختص بايسكلات، دراجات شحن. بدكم اسوي فيديو عن دراجات الشحن واسعارها، كلها دراجات شحن، بايسكلات، دراجات شحن، تريد موجود. هذا الفاضي للدورين صالح، التجهيزات الرياضية، كل شيء رياضي، ماهو غراض الصيد، جماعات البرية الصيد، هنا تلقى غراض. أتذكر في هنا معروفة التجهيزات الرياضية، كؤوس، حتى كؤوس موجودة. بناخذ طبعا هذا تمثال عبد الكريم فاطم، وما يروي ريقي الا على طول زبيب. هسه حاخذكم على اقدم محل فنان شارع المتنبي، هاي بوابة مالت المدخل. هنا طبعا الحلاقين، ادوات مال الحلاقة موجودة، كلها ادوات مال الحلاقة، صح ادوات الحلاقة وعصائر مكسور ماي زبيب، اللي هو هنا هذا حد زبادة، فقط واحد على رقم مرطبات حد زبادة. طبعا مرطبات حد زبادة تأسس من 1900، يعني صار له فوق ال 124 سنة. طبعا هاي الصور كلها القديمة، طلع خريج لفته. هذا بس الجعفرية، هذا اللبس القديم عبد الكريم قاسم. الصور القديمة التراث العراقي كله تلقونها، هاي الجريدة قديمة الراحل تحليل. فيصل الثاني بوقت الحكم الملكي العراقي. فد واحد ممنون. طبعا بار الثلج،
يعني واحد انا دائما اجي لهنا اشرب عصير زبيب كلش طيب انصحكم به. انتوا تعرفوه طبعا، بس اللي يجي من خارج العراق يجي لهنا مكان يخبل، وطبعا مشهورين بالكيك. طبعا هذا المحل معروف، كل الرؤساء اجوا هنا شربوا، الملوك والرؤساء مع الفلوس القديمة، واحد دينار، 10 فلوس، 5 فلوس، فلس العفو، فلس لا فلوس، فلوس وهذا الفلس، 50 فلسا. نكمل العصير وبعدين نكمل فرعتنا. ها طبعا خلنا بلاص طالع ممنون. يعطي الله العافيه. كل شيء موجود شارع الرشيد صف المتنبي. طبعا ما دام مطول لابد اشمع بانه يجي، بس الساعة 11:30 تقريبا، بعد لي ساعة ونص يلا اروح له، فقلت اروح للمتنبي. طبعا السوق مو كله مفتح، طبعا شارع المتنبي مشهور بالكتب والقرطاسية، وما قشيو تبلش المدارس. طبعا الكتب الموجودة من قراءة العقول، كتب ثقافية، و يمكن ماكو روايات هنا، هاي روايات سابق هومز كل الأجزاء، توم سوير أنا القديم نتذكره في جيل الطيبي، توم سوير قصص وروايات موجودة وكتب ثقافية يعني تعليمية. طبعا هاي وصلت للقشلة، طبعا هي القشلة كانت دائرة حكومية نعم، طبعا سووا لها اعمار ورتبوها، هسه مسدودة، يمكن هسه اشوف اذا مسدودة او مفتوحة. مكان كلش حلو من الداخل، لو اقدر افوت هسه افوت لها، بس خليني اشوف هاي من الخارج. هاي عادة اعمار اللي يسوون هنا، اشوف الترتيب في الشارع شكد حلو. زقاق السراج اسمه، وطبعا ورا مسد لغوا انه دوار الحكومية، صارت بنايات حكومية، صارت مكان وزارة الثقافة والسياحة والآثار. عندنا القشلة، هذا الديوان مال الحكومة، فتح طبعا ديوان القشلة سنة 1851 وانتهى 1989. طبعا كانت والدتي هنا تدوم، بس بعدين من سدوها حولوا دوار، للأسف مسدود الباب. الغرف اذا مبينه، مبينه لا لا، الغرف السابقة وهم للأسف مسدودة. طبعا هاي البنايات كلها القديمة هسه اوصل لها، بس اول شيء نشرح على هاي البناية. هاي البناية كانت اسمها المتصرفية، يعني شلون المحافظة مثل محافظة بغداد، كانت هاي تدير امور بغداد اسمها المتصرفية. هاي كانت بوقت الدولة العثمانية موجودة، بعدين تحولت محكمة وانتركت هسه ويعيدون ترميمها البناية. وهاي البناية كانت البلدية، بس صار مكان مال الثقافة، مجمع ثقافي. بس خليني أكمل لي قدام، خليني أشوف البنايات الثانية. هاي طبعا هنا اكو محلات عادوا ترميمها، هاي فتحوا محلات، بس الشارع يعني عن قبل وهسه تغير كلش حلو صار. طبعا هذا جامع السراي القضب،
موجودة هنا ساحة الميدان هسه أصلها. طبعا بقى هذا الجامع كلش قديم، بقى هاي البناية كلها من أنا لحد آخر شيء هي هاي القشلة. هاي كان مركز حكومي، كانت الدوائر الحكومية، المباني مثلا البلدية، هاي الأمور يعني شغلات الخدمية للمحافظة أو للعاصمة كانت موجودة هنا. مسجد السراي طبعا المكان كلش حلو، الطريق شلون حلو، بس ناقصة شغلة أشجار. حاطينهم ما أشجار بس مو بكثافة، يعني إذا هنا صار هيك كثافة أشجار منظر رهيب، حتى الجو يختلف. والجو هسه حلو يعني أكو هواء ولو هي حارة. بعد بنايات طبعا بالجديد كلها مجدديها وبعد يشتغلون هنا. ساحة السراي، الساحة اسمها ساحة السراي. طبعا هاي البناية اللي قدامي نسيت اذكرها اللي هو مركز شرطة السراي اللي يعيدون تأهيله. هذا الجامع سليمانية وهنا مسجد حيدر خانه وهذا مرقد عثمان بن سعد. هسه اصور لكم اياه. وهذا جامع السراي، يعني تشوفون كم واحد، 1 2 3 وهذا مرقد اللي يريدون تاهيله اللي تشوفون هنا. طبعا هنا ممنوع الدخول، ممنوع واحد يدخل. هذا القبر مال عثمان بن سعد عليه السلام، يعيدون تأهيله كاملة لأنه أهل للسقوط كان، بس يعيدون تأهيله. طهم العافية. طبعا هاي البنايات كلها بوقت العثماني، زمن العثماني وراء 1917 رجعوا الإنجليز، وراها صارت ملكية وتدرون الباقي. ما شاء الله يعني عادة تأهيله كامل، بس إن شاء الله أصور لكم إياه من يجهز ويكمل المكان كله. بوست أوفيس، مكتب البريد، هذا كان مكتب البريد مال بغداد، حتى هذا البريد العراقي كان قبل البريد العراقي. تحط الظرف مالتك معلوماته بالطوابق وياخذوه يدزوه المكان اللي انت المحدده. الزمن الجميل يمكن هم بعد يعيدون تاهيله. بريد بغداد كله مسدود بعد البيبان القديمه، حي الرشيد. وهذا المكان اسمه ركن الكهرب. هاي هنا يبيعون الاحجار الكريمه اللي هي الكهرب والاحجار الاخ اليمنيه مال العقاق، نسيت اسمها. السباح كلها يشتغلوها يدوي يعني. طبعا هذا شارع بصف شارع السراي، انا طلعت من شارع السراي وهسه رايح شارع الرشيد اللي حيدر خانه. اصلي الظهر ورا انطلق الدوشم الدراجة، الدوشم الكشم مالتي. يلا انتظروا وياي. طبعا الحمد لله والشكر خلصت صلاتي مثل دائما نعاني من التصوير. جامع حيدر خانة، طبعا جامع حيدر خانة قديم كلش من زمن العثمانيين. هي هاي المناطق كلها شارع الرشيد والسراي كلها بزمن العثمانيين بنت كل هاي المدينة. بس يعني حتوجه دراجتي، صار الوقت حتى اروح لابد اشرح. هاي ورد تجديد، طبعا جامع مجددية جددوها بالجديد. طبعا من عود التصوير دائما لانه اكو ناس تنشر صوره سلبيه عن مكان، اي مكان يروحوا له مكان تراثي هاي ينشرون صوره سلبيه. يعني ما ترعد انه هسه يسوون اعمار يشتغلون به حتى الجامع، ف ليش الصوره السلبيه. يلا هسه نتوجه
لا بدي اشمه. هاي طبعا فتحنا الكشن هنا هسه بدي اشمها. شو يسوي؟ بدل الجلد على الجلد مالته جديد، وهنا شوي اعليها، القاعده مالتها كلش ناصي شوي اعليها. هسه اشوفكم الشغل مالتها. طبعا هسه شيكته الكشن، شوف القياسات حتى ياخذ قياسات القاعده مالتي. طبعا ورا ما اخذ قياساتي راح يبدي كبسه بالكلبسات هاي من عين كبس هيج يسحب ويكبس. كمل الكشن، شو رايكم به؟ هسه راح اشده واشيكه الشغل مالته، بس والله شغل معدل. طبعا هذا كمل الكوشن بعد القاعده شلون صارت لينه، كانت كلش قاسيه فرقت من السما للقاع. هسه بس بقى لها غسل بعد الوساخه، بعد لها غسله زينه حاملها اني. كملت الكلتش هسه يلا حغسلها ان شاء الله بس ارجع للبيت. طبعا يعطيه العافيه كريم، محل كريم من هنا موجود من الصاعدة، تجي على يدك اليسرى أول ما تفوت مقابلك محل كريم الدوشمة أبو محمد. طبعا اللي هنا حنهي الفلوق. إذا عندكم استفسار تقدرون تكتبوا لي بالتعليقات أو تتواصلون بالحسابات الموجودة بالوصف. لا تنسوا اللايك والاشتراك. في أمان الله.